صباح الورد عسلامة، شنحو لكم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم نهار جديد معايا كالعادة، نحب نبداها بقهوة الصباح متاعي ومن بعد نشوفوا شنو باش نعملوا. مدامي نفطر وحدي قلت خليني على الأقل نتونس بيكم. قلت نخرج نشرب في التيراس قهوتي، معش الدنيا حسيتها باردة شوية، معش باش نزيد نشوف. كملت فطرت وكملت ركحت كالبيوت وركحت سندوبان وتواليت وكل الحاجات اليومية اللي مسانسين بيها نعملهم، وانتم اكيد اذا تعملوهم. وبالنسبة للفطور ما عنديش تطيب الفطور، دونك قلت اليوم علاش لا نبدأ في تحضيرات الولادة. بالنسبة للداء باش نبدأ اول حاجة بيت الفطور، باش تحضيرات الولادة اش معناها؟ واحد يقول لك دارك نظيفة الواه والواه، لكن كل تنظيفاتك متاع التراكن وكل تبدا من البيت للبيت وتخرجها كله وتغسل هذه دواتها وكل شيء ما يتعملش ديما، وديما هيك في كل مناسبة ماذا بيا ديما نعمل لك الميناج الكبير، باش من بعد خاطر عارفة روحي اني نقعد شهر ولا شهرين واني نظف من فوق لفوق وما فماش تنظيفات كبيرة. دونك اليوم باش نبدأ البوفي هكايا، ما عمري ما بديته معاكم، نشوفوا شنو فيه. البوفي هذاك يبدأ فيه معون اللي نحتاجه بريسك، معناها فكل كي يجيني حد ولا باش نعمل عشي اني وراجلي، باش يفطر بحذايا حد، يتعشى بحذايا حد، كسرابس كل نقولوا اللي منستعملهمش كل يوم، وحاجات متاع تصوير وكل شيء ديما فكل البوفي هكايا. نبدأ في البيت الفطور، ومن بعد كيف يجي راجلي في الليل يجي غدوة، معناها هو يجي في الليل، لما غدوة نمكن بيه ينحي لي كل الردوات وينحي لي زربية نظيفة، جوست الردوات باش نغسلهم. ونكون كملت بيت الفطور، الصالة زادة ما فيها حتى شي، معناها مريقلة. ومن بعد نبدأ في بيت نومي هديك أول حاجة باش نريقلها، ومن بعد الكوجينة أهم حاجة، وكل بيت القاعدة لازم زادة ندهنها. كل شيء لازم يحضر الجمعة هذه ولا جمعة جمعتين في دية، لازم يركح فيهم كل شيء. نمشي ونشوف توا في البيت الفطور شنو الحاجات اللي لازم نعملهم فيهم. مانيش باش نحي الزرابي نتاع الصالة، كل خاطر حقيقة ما نجمش، لينا فضان ما نجم حتى شيء. هاكا خامج هذا فيه المعون كما قلت لكم تاع السرير. اذا عندي هذايا كلهم زادة كرادن هنا متاع زهيزي وكل شيء، قضايا زادة هذوما الأكثر اللي نمدهم كما قلت لكم في عشية في مناسبة في تصوير في حاجة تلقاه هني هكا، علاش يبدا داخل بعض وضيع. وزيد عندي برشا، يعني كل شهرين ولا ثلاثة ما مسيتوش، جست نحط كيك وصغار يبداو يلعبوا يهزوا منا ويحطوا منا. هذاك لازم نعملو فجونتير، ما فيهاش برشا حاجات، كلش نحي سلبيس هذايا، ون هذاي كريستال ما عنده حتى شيء، معناها باش يتقدى فيه جوست رايض. نشوفوا المعونة اللي هني، والله لا عندي حتى فكرة، انا داخل بعض ديجا ذو كاسريبس كان كيسين القهوة، ترى كان كيسين القهوة هذوما حتى فيهم سيريات متاع الطبقات متاعي، كيسين المي. المشكلة في تكثير الماعون في الزيت بعد ما تلقى وين تحط. خليني توا نبدا بالبارتي هذه.
لقيت كنز متاع معون والله العظيم نسيته، متاع سربيس متاع قهوة، والله نسيته جملة. هذا هو موديل قديم، محل ما محلاه كي تلقى حاجة كي تكون نسيتها. والله كنت نسيته في متاع قهوة وفي متاع حليب. محلاه تحمص، وهذوما زيد نسيتهم جملة. مناسبات هذوما كيسين فرق فيهم في الجو، عندي 4 بكوات هذوما كيسين فيهم في المناسبات، هذوما متاع كريمة، هذايا متاع سلاطة. والله العظيم لا مديتو حتى مرة، لا مديتوش. هاي زيدا فيه سوفيديا وفيه كاس وسحفتهم ومغارفهم زيدا ما مديتهم. هذوما بتاع الزرير، هالجرافت هذوما مش كل لاحظ لي عليهم، قالت لي نحي الجرافت بربي. والله لازمني نهار باش نحي الجرافت. بعد نجي مقص نقص، وحطيت هنا هيك وبرا ما نجمش نتحكم على خاطر كلهم في باكوات، هما ما نجمش نحيهم، نجمش نحي من الباكوات على خاطر ما عنديش وين نحط. ان شاء الله يا ربي يسهل، كان عندي مارو ولا حاجة نحط منظمين وكل. أظن بعد باش نحيهم من هنا، مليش باش نخليهم. جي توا ضيع الطاي نتاع الربو نتاعي تكسر، مانيش عارفة كيفاش يتصلح. هذوكم كل زيادة لازم يتو نمدهم وننظمهم، واللوطة زيادة عندي الفخار لازمني نمشي نجيبه وننظمه كل مع بعضه. هذوما الصحافي ننظم الضاي زيادة ونرجع لكم. هاهما الكاسيت نتاع السربيس الاخر اللي وريتهولكم وحطيتكم نسيتو جملة، نسيت اللي انا عندي السربيس هذايا. هيا عنده باكو، مش عارفة فين الباكو هذا. سيرفيس هذا عنده باكو، لازم يحطوا في رجعوا في باكو. هذا يزيد باكو في لاجونتيير، جست هذا يتابع السيرفيس هذا. ضاي لازم كملت وهبط لدار حماتي ان شاء الله البنات. بعد ما نكمل دار الكل نوريكم جوله في داري الكل ونوريكم كيفاش نظمت وكل شيء. هبط لدار حماتي تلموا اخوات راجلي، هنا جينا باش نطيبوا العشي. اخت راجلي باش تعمل لنا وصفتها في الخبز المحشي، عندها وصفه بنينه على الاخر، بنينه بنينه زاده، مش بالبات ديس منيوت، ماهيش باي نوع متاع بات جربتها الحقيقه.
بعد أخرى ما تتعجنش وما تخمرش، جست بيرطل فرينة كيما ريتو مكتوب، رطل فرينة ومية جرام زبدة، بستهم مع بعض، شوية ملح وشوية سكر، ولمتهم بالمي دافي. ما عجنتش، راهي ما تحتاجش عجنين ولا تحتاج تخميل. لوتون اللي هو قاعد يرتاح شوية، احنا حضرنا الحشو، معناه يكون في درجين وبدينا نخدمه فيه. ما ترتاحش، هي ديجا ما فيهاش خميرة كيما شفتوا، مغرفة خميرة كهو. بالنسبة للحشو، عملنا بطاطا مسموطة، عظم مسموط، جبن ربي، تن، كعب عظم، نحات منه كل الابيض نتاع العظم وخليت الاصفر باش تدهن بيه البات. حطينا ملح، اكليل، زعتر، شنو اخر، شوية بصل، شوية معدنوس، وكهو، ولمتهم الكل قديت رفستهم الكل مع بعضهم، خلطت الخليط الكل. ومن بعد حلينا العجينة، حلت العجينة، حطت شوية هريسة خاطر احنا باش نعملوها عشي، مش كحاجة سهلة ولا حاجة، قالش قلنا نعملو بالهريسة باش تشبع اكثر، تبدأ الكعبة ابن. وحطت الهريسة وحطت الحشو، وبالنسبة للشكل انتوما والشكل اللي تحبوه. هي مسلسة ديما تعمل كعبة، كعبة سوفلي، كل واحد ياخو كعبة، لكن احنا ما شاء الله عيلة كبيرة، دونك عملناها كيف الباجيت فارسي، وبعد قصيناها كيما الخبزة الرولي عملناها، وبعد قصيناها معناها تريفات صغار. انتم بالطبيعة والحشو اللي تحبوا تحطوه، وانتم والشكل اللي تحبوا تحطوه، والبنة ما نحكي لكم، مش راهي بنينة على الاخر. البات بصراحة باش مولي نعتمدها في السالي الكل، ديجا دي في كل شيء، معناها اي حاجه سليه تعملوها. حبيت اني نوتكم بها، خاصه اللي جاي راس عام تحبوا تعملوا حاجات سليه. البات هذه بنينه على الاخر، ابن من 10 مينوت، لكن 10 مينوت تجي للبيتزا. بالنسبه للبات هذه ما تصورش كان تجي للبيتزا وتتنفج. هي لما حلقت لي راني نعمل بها البيتزا، ماني ما نعرفش، يمكن البيتزا نغيرها بالعشرة دقائق ابن وتطلع هيك الخبزة باهية، لكن هذه تجي كيف الباتي بالضبط البنات، معناها ديجا شفتها بالزبدة وكل شيء، تجي كيف الباتي مقرمشة بنينة. والحشو نحكي لكم زيادة على بنته. نتمنى يا ربي تعجبكم الوصفة متاع اليوم وتجربوها، خاصة اللي احنا قادمين على مناسبة هيك، لازم حاجات كيف ما هيك موجودين على الطاولة. وتو مبقى لي كنقول لكم بسلامة. عشية خفلف كما قالوا الاخ، واحد اسمه حسين الفالح، تعرفوا سيرينا مع الزهر وما خلطة يعملوا حتى بيتزا، خلطة يعملوا فيها ألفة بالكريستو. زعما أمك عاملة كريستو خلطة والله تفجع تسخاب تعملك. لا ليه لا ليه سخاب خلطة هما رشوا هكا ويا الشي يطلع بتاع كريستو. زعما نعطي ما تشريه البريمل ولا حاجة وبالك تكمل ولا نسألها. حب تجربها اني وقتها فما مرة حميتي وقتها على الفيوز قالت لي اعمل بالكريستو وما يداولت كنت منطقش كل شيء، وقتها قالت لي حلو في المي وبرا واعمل بيه. هذه عملته بالمي والبريل وشافيل وخل وحتى سسمو التالك نتاع الصغار، قالت لك ينحي ولا شنو؟ يا التالك نتاع الصغار مش نطيش، وانا عندي مش باش نطيش، هو ما عادش نخليته ما نستعملوش بالصغار. وبالصابون الصابون البلدي معناه صابون الاخضر ذو كل شيء. ولا الصابون يبدا كل شيء، ايه هو الدارخي. لا